السلام عليكم، انا مدام شيماء، والدة أسامة المعتدي عليه، وانا ام الاربع اولاد كسر. زوجي توفى وسابنا ميراث، وللاسف يعني يا ريت ما كانش ساب ميراث اصلا، عشان ما كانش حصل اللي حصل، ولا كان حصلت الكارثه اللي احنا فيها. مبدئيا كده احنا كنا عايشين مع بعض كويس في بيتنا عادي جدا، مفيش اي حاجه، زي اي عيله عايشه وما يرضي الا مع بعض، مفيش مشاكل. وفجأة بعد الوفاة بتاعت والدهم، مجرد ما طلبنا الميراث أو اتكلمنا أصلا في حتة الميراث أو كل واحد يبقى عارف إيه والدنيا فيها إيه، قامت الكارثة الحقيقية وحصلت. تمام. فأنا لجأت للمجلس الحزبي، وبعد ما لجأت للمجلس الحزبي هم طبعا ما عجبهمش الوضع ولا الحال. بدأوا يعتدوا، بدأوا طلبوا من والدي ناس يجوا يقعدوا ويتكلموا في الميراث وكده. ولما والدي وأخويا جم وقعدوا واتكلموا في الميراث، كانت الكارثه الكبيره ان هم كانوا محضر لهم ناس ومجهزين ناس بلطجيه بمعنى اصح، ان هم هيعتادوا عليهم ومخططين ومدبرين لده. بس فجاه كان والدي قاعد هو واخويا وقاعدين على كافيه تحت البيت وبيتكلموا، مفيش اي مشاكل. وفجاه لقينا ناس، كميه ناس رهيبه، وشباب ورجاله ومعاهم شوم وشنب، طلعوا عليهم. ضرب اخويا فجاه بطنه، هو قاعد بيتكلم مفيش اي حاجه، وهم طلعوا على الاسفلت وفضلوا نازلين ضرب فيه بالشوم والتكسير. والدي جاي يبص على اخويا، بيبص عليه مالك فيه ايه، طبعا هو مايل بيشوفه، واحد ضاربينه على دماغه بسنجه. خد فيها 15 غرزه، واخويا دراعه وايديه اتكسروا. ابني كان واقف في الواقع يعني، فابني قاعد يصرخ ويقول لهم حرام عليكم، انا خايفكم من اللي بتعملوا كده. بيبص على جده وعلى خاله، حد من اخواته ضربه على دماغه بشومه، سببت له نزيف داخلي في المخ، واضطرينا نعمل عمليه. بعدها انا طلبت النجدة، انا ما كنتش شايفه الواقعه دي كلها من بلكونه البيت فوق. طبعا التوتر والقلق اللي انا كنت فيه، طبعا لا كنت عارفه اصور ولا كنت عارفه، مش في دماغي حاجه كده خالص. فكل اللي كان عليا انا بصوت، وعايزه اي حد يغيثنا، حد يلحقهم، حد يعمل لهم اي حاجه، مفيش. طلبت النجدة، اول ما جت كان هم جريوا طبعا، سمعوا صوت النجدة. بعدها تقريبا بربع ساعه بعد ما النجدة ما مشيت وكده، طلعوا عليا البيت فوق، وبرده تعدى عليا كسروا باب الشقه. انا لقيتهم طالعين جريت، خبيت ولقيتهم صغيرين في الاوضه قاعدين عليهم. طلعوا عندي الشقه، وانا جريت على البلكونه عشان خاطر استغيث بحد او انده على حد. جريوا ورايا طبعا بالشوم كده، وبداوا الضرب والتعدي، وكسروا بيت بتاعي. تمام. وفي ناس من الجيران طلعوا خشوهم.